النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن. أرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن الحالة الجوية المتوقعة خلال عطلة نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم في عموم مناطق المملكة. نهار اليوم سادت أجواء مستقرة، طقس بارد نسبيا، درجات الحرارة استمرت أقل بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. أما ليلا كانت الأجواء باردة بشكل لافت وارتفعت نسب الرطوبة وتشكل الضباب فوق المناطق بعض الأجزاء من المنطقة الشرقية. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول الارتفاع لدرجات الحرارة المتوقعة اعتبارا من يوم السبت وتستمر خلال بداية الأسبوع، وأيضا طقس مستقر أيضا مستمر باستثناء بعض زخات الأمطار المحتملة خلال يوم السبت، سنستعرض تفاصيلها خلال هذه النشرة، وأيضا ليالي باردة مستمرة خلال الأيام القادمة. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح خلو عموم المناطق من الغيوم خلال ساعات نهار اليوم بسبب سيطرة للمرتفع جوي. سادت أجواء مستقرة صافية في عموم المناطق. انتشرت كمية من الغيوم المنخفضة خلال ساعات الصباح الباكر هنا في المنطقة الشرقية بسبب ارتفاع في نسب الرطوبة السطحية. ننتقل الآن وإياكم لنتحدث عن تفاصيل الارتفاع على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة تحديدا خلال عطلة نهاية الأسبوع. لاحظوا معي هذه الكتلة الهوائية الحارة التي تندفع من منطقة البحر الأحمر والجزيرة العربية باتجاه المملكة، هي ناتجة عن تمركز لمنخفض جوي بعيدا فوق اليونان ووسط البحر المتوسط يعمل على هبوب لرياح جنوبية غربية نشطت السرعة نوعا ما خلال عطلة نهاية الأسبوع تحديدا يومي السبت والأحد. تعمل هذه الرياح على ارتفاع في درجات الحرارة تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام خلال ساعات النهار، وبالتالي يكون الطقس يوم السبت والأحد بين البارد نسبيا واللطيف خلال ساعات الظهيرة، تحديدا على أن تعود درجة الحرارة للانخفاض خلال ساعات الليل يعود يصبح الطقس مجددا باردا. لكن خلال يوم السبت بإذن الله ومع اندفاع لهذه الكتلة الهوائية الحارة ستنشأ حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي تعطل زخات من الأمطار في مناطق متفرقة من المملكة تتركز هنا في المنطقة الجنوبية والشرقية خلال ساعات ظهيرة وصباح يوم السبت على أن تتلاشى هذه الحالة اعتبارا من ساعات ليل السبت على الأحد. يوم الأحد تستمر أيضا درجات الحرارة نوعا ما أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام مع طقس مستقر بشكل عام. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية المتوقعة لنهار اليوم. طقس غالبا صافي 16 درجة مئوية كحرارة عظمى، الملموسة 15، رطوبة مرتفعة 82%، أما الرياح تكون خفيفة السرعة بالمجمل جنوبية غربية الاتجاه. بالنسبة للثلاث أيام القادمة، يوم الجمعة 16 درجة مئوية كحرارة عظمى الصغرى 10 درجات مئوية، يوم السبت ارتفاع على درجات الحرارة طقس غائم جزئي، انتشار كبير لكميات من الغيوم العالية والمتوسطة، هذه الغيوم هي ناتجة كما ذكرنا عن حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي تعمل على طول زخات متفرقة وخفيفة من الأمطار في مناطق متفرقة من المملكة. 18 درجة مئوية كحرارة عظمى الصغرى 12، يوم الأحد المزيد من الارتفاع 20 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 14 درجة مئوية. بهذا ننهي نشرتنا. نهار سعيد نتمناه للجميع وإلى اللقاء.